المركب غرقت يا قبطان. الساعة الواحدة من صباح يوم الثاني من فبراير عام 2006، وفي عرض البحر الأحمر، سفينة على متنها 1415 مسافرا، منهم 104 من عناصر طاقم الملاحة، 115 أجنبيا، بينهم 99 سعوديا، كانوا يحملون الهدايا والأماني مع الشوق للقاء عائلاتهم وأسرهم. رسائل الاستغاثة لم تستقبلها السلطات المصرية. ذابت قلوب الركاب عندما أيقنوا أنها النهاية، وشقت الصرخات سكون الليل والمجهول. 1032 شخصا منهم تاهت أرواحهم وابتلعها البحر الأحمر، عشرات المفقودين وناجون قليل. بعد التأكد من اختفاء السفينة تحركت السلطات المصرية، لكن لم يكن الوقت في صالح الأرواح التي ضاعت. ومن لم يغرق قتله البرد القارس. السلام 98 التي تحول اسمها سفينة الموت، كان على متنها العائدون من ميناء ضبا السعودي، وفي الطريق إلى ميناء سفاجة المصري قال ناجون إن حريقا شب في السفينة أدى إلى غرقها. استيقظ المصريون على تلك الأنباء الحزينة. حاولت الحكومة المصرية إنقاذ أكبر عدد ممكن من الركاب وانتشال الغرقى. بادرت الحكومة السعودية إلى مد العون بفرق الإنقاذ. في الصباح هرع أهالي من كانوا على تلك العبارة إلى ميناء سفاجة. التهبت مشاعرهم، أحرقوا مقر الشركة صاحبة العبارة. حاولت الشرطة المصرية امتصاص غضب الأهالي ومواساتهم، اشتبكوا مع قوات الأمن. خرج الأمر عن السيطرة حتى بدأ استخراج جثث الضحايا، وأخذت العبرات تخنق أصوات الرجال، ورسم الحزن لونه على وجوه النساء. دفنت الجثث ولم تدفن الجراح. 21 جلسة استمعت فيها المحكمة المعنية إلى الخبراء الملاحيين والمحامين والشهود للفصل في قضية غرق السلام 98، وصدر الحكم بعد مرور عامين تقريبا على الحادثة. حكمت المحكمة حضوريا. القاضي حكم ببراءة مالك العبارة ونجله وثلاثة آخرين، وحكم على قبطان باخرة أخرى تسمى سانت كاترين بالسجن لستة شهور لتقاعسه عن تقديم المساعدة للسلام 98. لم تكن تلك الحادثة الوحيدة لغرق عبارات وسفن مصرية. محور قصتنا التي مر عليها اليوم 14 عاما، في حادث مأساوي ترك مرارة الفراق والحسرة في ذاكرة الأيام لا تمحى ولا تزول.